بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم بعنوان الحدود وأحكامها. سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على تعريف الحدود، وسنعرف الحكمة من مشروعية الحدود، وسنتعرف على شروط إقامة الحدود، وسنعرف المسؤول عن إقامة الحدود، وسنتعرف على الشفاعة في الحدود، وسنعرف الوقاية من الوقوع في الجرائم وموضع الحدود منها، وسنعرف أنواع الحدود. أولا، معنى الحدود. الحدود لغة جمع حد، وهو المنع. أما شرعا، عقوبات مقدرة شرعا على معاصي معينة لتمنع من الوقوع في مثلها. الحكمة من مشروعية الحدود: أولا، زجر العاصي عن الرجوع إلى المعصية. ثانيا، أمن الناس على أعراضهم وأرواحهم وأموالهم. ثالثا، التخفيف من الوقوع في الجرائم. رابعا، حصول رضوان الله وثوابه في الآخرة، لأن تطبيق الحدود طاعة وعبادة. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. خامسا، دفع العقوبات الإلهية عن الأمة، فإن المعاصي إذا فشت في الأمة انتشر الفساد، وارتفعت عنها النعم، وحلت عليها العقوبات. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سادسا، كفارة للجريمة وتطهير للعاصي. والله تعالى أكرم من أن يجمع على عبده بين عقاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويدل على هذا حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى شروط إقامة الحدود. لا يجوز إقامة الحد على الجاني إلا إذا اجتمعت فيه الشروط التالية: أولا، أن يكون مكلفا وهو البالغ العاقل، فلا حد على الصبي ولا المجنون. ثانيا، أن يكون مختارا، فلا حد على المكره. ثالثا، أن يكون عالما بالتحريم، ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة ولا مقدارها. المسؤول عن إقامة الحدود: لا يقيم الحدود الشرعية إلا ولي الأمر أو نائبه، وتنفيذ الحد بدون إذن ولي الأمر تعد وافتيات على حق الإمام يستحق فاعله العقوبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده هم الذين كانوا يقيمون الحدود. والإمام الآن قد أقام من أناب عنه من يقيم الحدود عنه، سواء عن طريق المحكمة أو الشرطة أو إمارة المنطقة. والدليل على الإنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يقيم الحد عنه فقال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الشفاعة في الحدود: لا تجوز الشفاعة لإسقاط الحد بعد بلوغه ولي الأمر، ويحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة في الحدود. قال صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره.
وقال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الوقاية من الوقوع في الجرائم وموضع الحدود منها. من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل العقوبة أول الحلول للقضاء على الجرائم والتقليل منها، وإنما أرشد إلى أسباب الوقاية منها. ومن ذلك: أولا، أداء العبادات التي تصل العبد بربه، كالصلاة التي تطهر النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام الذي يهذب النفس ويكف عن المحارم. ثانيا، إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة، وأن يسعى المسلم لتقويم الإعوجاج في نفسه وفي غيره من أبناء أمته. فالمجتمع جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثالثا، الأمر بمحاسن الأخلاق والنهي عن سيئها، كالإحسان إلى الناس وتجنب الإساءة إليهم والاعتداء على حقوقهم بالسب والشتم أو الضرب أو النظر للعورات، والنهي عن الظلم والتعدي والترهيب منها. رابعا، إشعار المسلمين بأنهم جسد واحد، وأن كل مسلم ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. فإذا تجاوزت بعد كل هذا بعض النفوس وتعدت حدود الله بالاعتداء على الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، فقد استحقت العقوبة الرادعة التي توقف المجرم عند حده وتعيد الحق لأهله وتخوف من تسول له نفسه الوقوع في مثل جرمه. ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الحدود. الحدود سبعة أنواع، وقد شرعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: أولا، حد الردة، وقد شرع لحفظ الدين. ثانيا، حد الزنا، وقد شرع لحفظ النسل. ثالثا، حد القذف، وقد شرع لحفظ العرض. رابعا، حد المسكر، وقد شرع لحفظ العقل. خامسا، حد السرقة، وقد شرع لحفظ المال. سادسا، حد البغي، وقد شرع لحفظ الدين والنفس. سابعا، حد الحرامة، وقد شرع لحفظ النفس والمال والعرض. وهذه الحدود عقوباتها كالتالي: فحد الزنا إن كان محصن يرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن يجلد 100 ويغرب عام. وحد القذف جلد 80 ويحكم عليه بالفسق وترد شهادته ولا تقبل. وحد المسكر جلد 80. وحد السرقة القطع. وحد الحرابة إما القتل أو القتل مع الصلب أو النفي من الأرض أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف. وحد الردة القتل. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد المذكور في الآية فساد حسي يشاهده الناس، ولهذا جاء في الحديث: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. قال ابن كثير رحمه الله: والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات، وإذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض. ختاما عزيزي الطالب، هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس. عرفنا فيه معنى الحدود لغة وشرعا، وعرفنا الحكمة من مشروعية الحدود، وعرفنا شروط إقامة الحدود،
وعرفنا أنواع الحدود، وعرفنا حكم الشفاعة في الحدود. مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.